الرئيس الجزائري المغاربة كرم كرة القدم العربية وخاصة المغاربية. مشاهدي قناة كريتيك الإخبارية يا مرحبا. نوه رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون بإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر. وأوضح تبون في لقاء مع صحيفة لوفيغار الفرنسية في رده على السؤال حول الأداء الرائع للأسود الأطلس في المونديال قائلا: طبعا لقد كرم المغاربة كرة القدم العربية وخاصة كرة القدم المغربية. وللتذكير فقد تفادى التلفزيون الجزائري الرسمي في وقت سابق الحديث عن إنجاز المغرب التاريخي في المونديال وكذلك نتائج مباراة أسود الأطلس خلال البطولة. أخبار باختصار على الكريتيك مستمرة، فلا تنسى الإعجاب والمتابعة.